السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى من الله دائما تكونوا بخير وعلى خير، ودائما في احسن الاحوال وفي احسن الظروف. وتحيه للمغاربه ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ودائما يا ربي في احسن الاحوال وفي احسن الظروف. فيديو جديد انا معكم اليوم ان شاء الله يا ربي، وهذا الفيديو مختلف على جميع الفيديوهات. فيديو ديال الفرحه. فيديو ديال الفرح كما شفتوا الصوره المصغره، كاين الاورو، شنو كاين اخو؟ الادسنس. الادسنس. المهم المهم نخليو الكلمه المهم المشاهدين ديالنا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ الامور هانيه؟ نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. وبغينا اليوم نشارك معكم الفرحه ديالنا، فرحانين بزاف ما قدتنا فرحه صراحه توصلنا بالادسنس اليوم، وبغينا نشارك معكم ديك الفرحه ديالنا. المهم انتم شفتوا في الصوره الصغرى، ولكن حنا نسخن معكم. المهم فرحانين بزاف وغنشاركوها معكم ضروري، وبزاف ديال البنات الادسنس ها هو. بزاف ديال البنات كيسقسيونا في الفيديوهات واش جاكم واش جاكم. الادسنس ديالنا هو كما كتعرفوا كود بين ديالو، ميمكنش يتشافو حتى شي واحد من غيرنا حنايا. صراحة الفرحة فرحانين بزاف، وكنشكركم بزاف صراحة، كنشكر الناس اللي تبعوا معنا القناة منذ البداية، من أول فيديو ديالنا 15 في شهر 6 أول فيديو ديالنا. شكرا للدعم ديالكم، شكرا لله سبحانه وتعالى اللي وفقنا أننا يوصل نوصلوا بهذا الكود. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، شكرا للمتتبعين ديالنا اللي دخلوا على جدادين، شكرا لك الناس اللي كانوا كيتبعونا من الاول، اللي قالوا لنا زيدوا استمروا، زيدوا ان شاء الله غادي توصلوا. وان شاء الله كما كتعرفوا اول خطوه للانسان في القناه ديالو وهي تفعيل القناه، هذه اول خطوه. اهم حاجه هو هذا، اهم هذه اول خطوه. ثاني خطوه هو كود ديال ادسنس. والكود ديال ادسنس الا ما كانش كود الادسنس راه القناه ما عندك ما دامل بها، راه مجرد كتبارطاجي الفيديوهات ديالك ما كتربح منهم ما حتى شي حاجه. المهم الخطوه كما قلت لكم، هذه الخطوه الثانيه هي الادسنس، ضروري الادسنس. خلي الكلمه بعد على خليها. المهم انا الكلمه نشكركم الشكر الجزيل الصراحه، بالفضل الله سبحانه وتعالى هو الاول، ثم بالفضل ديالكم وصلنا لهذا الادسنس، وغنوصلوا ان شاء الله معكم بزاف د الحوايج. ونتمنى من الله زيدوا تشجعونا وزيدوا تدعمونا، واليوتيوب لا بكم انتم والو صراحه، والو اي واحد كيطلع بكم وكيهبط بكم. وشكرا لكم بزاف، وكنشكر الاصدقاء والاحباب والاقارب اللي كانوا منذ البدايه معايا وكيصيفطوا لي لا في الواتساب ولا مسجعني، شكرا لكم بزاف. وكنشكر بزاف اختي وصال وخي علي، حتى هما عطاونا شويه واحد الدفعه تعرفوا علينا الناس، شكرا لكم بزاف، كنشكركم من هذا المنبر. الله يخلي لكم وليداتكم، اعز عليكم ويرزقكم الله باش ما تمنيتو، وخليكم عاد الواحد. تحيه للوالدين ديالنا، تحيه للوالده ديالي، شكرا كنشكرها بزاف صراحه. طبعا كنشكرها بان قالت لي انت عازل القدام، تازل القدام وانا معك اي حاجه درتها انا معك. وبرضه ديالي صراحة كتقول يا ابني شنو منعملوها نهار في الفيديو، شنو منعملوها نهار، والله العظيم فماشي معي دابا، راها مع مرات مرات خاي اختها سلمى كاينه في بلاصه اخرى. ما كنتي معنا كنت غادي تبان معنا ان شاء الله، مين جبدوا الفلوس فوقاش ثلاثه ان شاء الله، ملي يدوزوا لنا الفلوس ان شاء الله يا ربي للادسنس. لا 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 الادسنس ملي دخلنا مشى حماقنا مع الادسنس، ملي دوز لنا ان شاء الله يا ربي الفلوس للبنك ان شاء الله يا ربي. اكيد غنوريكم من نعطيوها غنقسموها، غنوريكم غادي نشوفوا مثلا ديك البركه ما يمكنناش نقولوها. المهم انا عملتكم الاورو كصوره مصغره، لان جاتني فكره انني نعمل الاورو كاول فرصه ديالي من اليوتيوب ان شاء الله يا ربي. المهم كنشكر الوالده ديالي، كنشكر سلمى صراحه
وقفات معايا بجوج بينا صراحه والله العظيم صراحه شوف واقفين مع بعضياتنا يعني السند ديالي كنشكر بزاف كنشكر النسيبه ديالي اللي صراحه احسن نسيبه عندي في العالم احسن نسيبه بدون بلا بلا كنشكر الاخوه سلمى اللي حتى هما مساكن ما كيخليوش من الجهد ديالهم تحياتي للنساب ديالي بثلاثه بهم خير رضوان تحياتي له الله يشافيه تحيه البشتة شكرا له شكرا لزكريا شكرا للنساب ديالي كاملين صراحه الله يرحم والديهم عاود البنات كنشكر كاملين اختي توريا شكرا بزاف على الدعم ديالها وعلى الراجل ديالها كنشكر بزاف كنشكر العائله ديال الراجل ديالها اللي متواجدين في اسبانيا كنشكر بزاف صراحه كيوقفوا معنا دائما بالتعاليق بالدعم كيقولنا زيدوا القدام كنشكر اي انسان في بني احمد تلقاني وقال لي خي عبد الواحد زيد القدام ما تشوفش المنتقدين كنشكره بزاف كنشكر صراحه الجيران ديالي عندي هنا واحد الجاره ما شاء الله والله صراحه كنشكرها بزاف كنصور في الفرن ديالها كان المهم كتعاونني الراجل ديالك كنشكرها بزاف وهذيك اللي هذيك النهار ماتت معها الله يرحمها ويوسع عليها تحيه للجاره ديالي رحمه وتحيات لا 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 كنشكر الراجل ديالها خالي مصطفى تحياتي لك خالي مصطفى شكرا بزاف الجيران ديالي كنشكر الجيران ديالي كاملين وما غادي ننساش واحد الانسان اللي من بدايه القناه محمد عمي تحياتي ليلو كنشكره بزاف صراحه شكرا ليلو بزاف من البدايه ديالي وهو كمساند ديالي في القناه كنشكره بزاف واحد الجندي مورا الخفاء ما كيبانش تحياتي ليلو كنشكره بزاف صراحه شكرا بالمساعده ديالو حنا التحقنا بالمساعده ديالو وباقي المهم باقي غادي نعطيكم النصائح بالنسبه لكود الادسنس كود الادسنس راه اي غلطه اي هفوه صغيره فهذا ما غادي توصل شي به باش نكونوا واقعيين المعلومات ديالك كاملين سواء انت في السميه ديالي او في السميه المراه ديالي او في المراه ديالك او في السميه ديالك مثلا انت اللي عندك القناه هاد النداء كنوصلوا لاصحاب القنوات اللي غاد بادين مهم الادسنس السميه ديالك كامله اللي في لاكارت العنوان اللي في لاكارت البريد اللي غادي يجيك ليلو الرقم البريدي ضروري اللي بيجي هذا اللي بيجي واي قلت كما قلت لكم اي هفوه ما غتوصلش به شحال الناس ما توصلوش به ويا ربي امين يتوصلوا به والله يوفق مساكين الله يرحم صراحه الفرحه ديالو كبيره الا ما كان شي هذا ولا حتى شي حاجه انا والله العظيم شحال قلت لكم ملي مشيت ليلو مشيت للبريد قال لي هو يمكن واحد الشيء البراوات مشى للقياده مشيت للقياده جبرته في القياده والله العظيم الا طيرت الفرحه والله واحد الفرحه كبيره وديك الساعه فتو من القياده مباشره لعن سلمى قلت لها ها هو جا في البرا فهاد البرا اللي كان عندي هذا الجوا ديالي فهاد البرا كان وريته انا قالت لي اش بصح جات كنت قلت لها هي جات كنت كنت على من مقلب ولكن ما قدرتش صراحه قدرتش فهمتي قلت ضروري نفرحها لان خمس شهور ديال التعب علاه دابا ست شهور ست شهور ست شهور ديال التعب ديال الفيديوهات ديال الوفيات ديال الكراطي ديال كذا جري من هنا جري من هنا دخل ما خليتها بلاصه المهم في ديك التعب كامل كيوصلك ملي كيوصلك هذا يعني كيبقى ديك ساعات انك انت ارتحتي من هاد الكود ارتحتي من هاد الادسنس كتبدا تخدم على القناه ديالك ديك الساعات بواحد الاريحيه وكيس والفيديوهات ديالك مثلا كيزاد لك واحد البركه حنا بالنسبه لينا حنا ما كاينش شي يربح فهمتي ما يمكنناش نذكروه لان ممنوع علينا ولكن البركه ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله ديك البركه حنا مقتنعين بها اللهم لك الحمد تبارك الله فهذا فضل من الله وفضل بالمشاهده ديالكم وهذا الشيء كامل فضلكم انتم بفضل التعاليق ديالكم وبفضل فضل الجيمات والمشاهده ديالكم وكنشكركم بزاف والمهم انا هضرت بزاف المهم المشاهدين ديالنا نتمنى الله يعجبكم الفيديو ديالنا وشاركنا معكم الفرحه ديالنا كنشاركوا معكم المرض الحزن ضروري من الفرحه ديالنا نشاركوها معكم وشكرا لكم من القلب وزيدوا دعمونا وشجعونا وبسلام عليكم وتهلاو في راسكم واللي في الامنيه ديالو شي حاجه ربي يوفقوا ليله
وهادشي اللي كاين وبسلامه عليكم. تهلاونا فراسكم، ما تنساوش ما تنساوش اخاكم عبدو واختكم سلمى، بقاو معنا بقاو معنا شبروا فينا، وان شاء الله حنايا ما كاين لا كاين الصراحه الواقع، ما كاين لا كذب لا حتى شي حاجه في القناه ديالنا، واقعيه صريحه. وبزاف الاسئله جاونا، خصكم توريو لنا الدار ان شاء الله غنوريو لكم ان شاء الله كلشي غيكون ان شاء الله غير دقه دقه. حنا معكم وتحياتنا لكم، والسلام عليكم.